باشرت وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اعمال صب الخرسانه لجسر الدوران العكسي الواقع عند مدخل كورنيش الفاتح تمهيدا للبدء باعمال النفق عند تقاطع مركز الفاتح وذلك ضمن مشروع تطوير شارع الفاتح. وتتضمن اعمال التوسعه في الموقع تطوير شارع الفاتح الى اربع مسارات في كل اتجاه وانشاء نفق بثلاثه مسارات بالاتجاهين عند تقاطع فندق الخليج. وقد انتهت الوزارة من إنشاء جميع أساسات وأعمدة الجسر العلوي للدوران العكسي والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 31% ومن المقرر افتتاحه أمام الحركة المرورية في الربع الأخير من العام الحالي 2022